شوف يا حاج، انت جاي لك سفر يا ثلاث يا اربع. العلم بيقول لك سافر لاربع هتبقى احسن. قوم قوم يا حاج، قوم قوم، روح موت موتة ربنا بدل ما تموت على يد الفاشل ده. في يا كبير، انت هتطفش زباين كمان؟ انا ما شفتش في حياتي كده. على المهم هبقى احسن منك، واحترم الراجل العسل السكر الغريب قوي اللي معاك دوت. عارف ليه؟ لان انا بحترم الكبير بالسن مش بالاسم. خير يا ابو، بتشتكي من ايه؟ اشتكي من ايه؟ والله يا دكتور سألت نفسي كتير. مرسيت شيوب على بر؟ حلوة يا دكتور. ايه الجلش ده؟ ما الراجل زي الفل، هو ما بيشتكيش من حاجة. لا بيشتكي. خير؟ الراجل ده بيشتكي ان في بهايم عاملين نفسهم دكاترة وبيزقوا الناس حاجات بتغير من اشكالهم. مش عايز اقول لك ان هو يقصدك انت يا دكتور بريع. لا ما هو باين من غير ما حضرتك تقول لي هو باين، مش محتاجة. أنا واحنا واقفين ليه؟ فاهم؟ فضلك اتفضل اتفضل ارتاح اتفضل. هقعد فين يا ابوي؟ جاري هنا. ممكن اسأل سؤال؟ لو احنا الاتنين بنهزر مع بعض، ليه ده يتم قدام راجل كبير زي ده؟ عايز دي واحدة زي دي يا ابوي. يا ابني انا اجيب لك طقم الدكتور كامل. اما دي اوريجينال. ليه سؤالي يتم قدام راجل كبير كبارة زي ده؟ كبير ايه يا دكتور؟ انا طفل. طفل ايه بس؟ ازاي يعني متوحد الله يا حاج؟ زي ما بقول لك كده، انا طفل، انا العترة. فهمت. انت جاي انت والراجل الكبير دوت بقى تلعبوا عليا، وعاوز تثبت لي ان التركيبه اللي اديتها للعتره ابنك بدل ما يبقى طفل بقى راجل كبير كده، عشان حضرتك تاخد مني التعويض ده. بعدك تعويض ايه يا راجل مجشفط انت؟ انت لقيت تشطف ده؟ انا نفضتك كده، حلقت 3 جنيه كوينات وشريت انتنال اكسباير في حبيتين. يا بوي ايه في حد بيخبط؟ افتح. شايف شايف انا عايش في ايه؟ طيب ايه؟ طيب لو فرضنا جدلا خيال علمي يعني ان ده العترة بقى شكله كده صحيح، هل انت ما تعرفش من جواك ان انت العترة؟ ايه وانا العترة؟ اهدي. عملت انت ايه دلوقتي؟ ترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. مش مهم بقى راجل كبير صغير بلياتشو معزة، المهم ان من جواه روح شابة. انت عارف كام واحد يتمنى يبقى في هيئته كده وجواه روح شابه؟ يا اخي كفايه بطر بقى، كفايه بطر. انت عمق وطالع له راجل، مفيش باتنين اتنيه احمر يجري في عروقك. حط ايدك على ودك يا حبيبي، حط ايدك، ما تسمعش الالفاظ دي. انت كده مش سامع؟ سامع. خابر، انا نفسي تشرب من نفس الكاس، نفسي إني أشوفك مطرحي، تشوف اللي أنا بشوفه. نفسي أجيب ولدك عزت البكري. أيوة هاتوا هاتوا ونشربوا المحلول وتشوفوا بعينك. وكل يوم وعم يتغير شخصية ورا التانية، كيف العربيات اللي بجيتي إيه؟ ولا تصحى الصبح تلقى ولدك الصغير نسخة من سيد رجب. ده يوم المنى حد يطول؟ ده أنا نفسي أتمنى أشرب أي حاجة واصحى لها نفسي سيد رجب، وبعمل الجزء التاسع من أبو العروسة يا رب. نعم دكتور. عندك حاجة تشربها لي أبو أحمد عز؟ كنا بنقول يا كبير. اسمعني زين يا دكتور الغبرة، أنا عايز حل ودلوك. شوف يا كبير، أنا آسف، أنا هتكلم معاك بالعلم. يا ريت. عارف اللي حصل ده علميا ليه؟ لا فيني ما تخلص. ان انت زمان ظلمت حد فربنا بيعوضها لك في ابنك. ايوه ما رضيتش تجيب لي ايس كريم وانا جاي. اهو شفت، انا عرفت موضوع الايس كريم قبل كده يا حبيبي. اهو ده تفسير العلمي؟ يس. ده تفسير الست امك دي. زين يا دكتور، قدامك دقيقة، ولدي ده لو ما رجعش كيف مكان دلوقتي.
هطرشق مخك وازعل عليك اهلك. اولا انا ما عنديش اهل عشان يزعلوا عليا ولا مخ. طيب طالما انت عارف كده ما تيجي تلعبها فريندلي. انا 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 ما كنتش واخد بالي من وجهة نظرك ان انت عاوز الموضوع فوري دلوقتي. انا فاكر الموضوع انك عايز الحل يبقى على اللونج راند، يعني شهر، ثلاث اسابيع، جمعه. ليه اجازه مايكروويف؟ طيب لا الكار على كده، الازازه بتاعت الفوري موجوده، حطيتها فين يا ربيع؟ انجز. حاضر في اهي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن اذنك يا كبير. ضحك عليك يا ابوي. نسوت الباب، عاملها كيف فيا دي؟ انا الكبير اللي قطع على كل الكليشيهات، كيف يعمل فيها الزليقة البدائية دي؟ ابوي الراجل لسه بيخبط. هات البتاعة دي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.